أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فضيلة الدكتور عبد السلام عبد المنصف من علماء الأزهر الشريف، أهلا بحضرتك. أهلا كل سنة وحضرتك طيب. وكل سنة وسلام على السادة المشاهدين. يعني وهذه الآية الكريمة توصف من هم الفقراء. صحيح. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونقول بسم الله والحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفاء. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم ما بعد، حضرتك ذكرت آية عظيمة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أتى الله بها ليخص بها بعض الأصناف زي ما حضرتك ذكرتي، جاي بيبين فيها فكرة لمن نتصدق. ودي جاية بعد إيه؟ جاية بعد كثير من الآيات التي أمر الله بها عباده المؤمنين بالإنفاق. وما أنفقتم من خير وأنفقوا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فهنا أهل التفسير بيقولوا حاجة جميلة جدا، بيقولوا وكأن المؤمنين نزل في صدرهم سؤال لمن نتصدق. احنا عرفنا كده فضل النفقة والتصدق، لمين بقى؟ فربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله للفقراء الذين أحصروا. بس للفقراء هنا الجمال في البداية خالص كده، ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ الآية بيقول للفقراء، في محذوف، في هنا جملة أو كلمة محذوفة، يعني أنفقوا وتصدقوا من أجل الفقراء، للفقراء. بس ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش في مطلع الآية تصدقوا على الفقراء أو أنفقوا للفقراء. ليه؟ معروف. لا، علشان يراعي النفسية، يراعي نفسية الفقير، ما يروحش يقول له خد دي صدقة. ودي جزئية مهمة جدا. فربنا سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا يعني ايه؟ احصروا اتزنقوا ولا اتزنقوا إيه؟ الاحصار معناه ان يكون هناك مانع بين الانسان وبين ما يريد. انا عاوز اعمل حاجه فصار في مانع بيني وبين الشيء ده، مش عارف اعمله. فانا اسمي محصر، يعني زي اللي مثلا قعيد او صحيح محصر. محصر. فالانسان مريض. القعيد ده، المريض ده محصر. الإنسان اللي راح يحج وتوقف ووقف ده محصر. الإنسان اللي رايح شغله ووقف في شغله ده محصر. الإنسان اللي راح يقضي أي حاجة ليه في حوائج الدنيا وما كملتش، صار هناك مانع بين الشيء اللي هو عاوزه، ده اسمه محصر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للفقراء الذين أحصروا. والجمال هنا الحتة دي مهمة بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للفقراء الذين أحصروا، ده مبني للمجهول. أحصر ده ليه مبني للمجهول؟ قال لك علشان الناس ما تظنش ان قعودهم عن فكرة الشغل او بسببهم. يعني مش بسبب، هو مش قاعد حضرتك في البيت وحاطط رجل على رجل، الدنيا وقفت معاه من غير احصر. واحصر فين؟ في سبيل الله. المهاجرين، الآية دي نزلت في الفقراء، في المهاجرين، تركوا اموالهم وديارهم من اجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. وده تشريف وتكريم من الله سبحانه وتعالى. للفقراء الذين أحصروا، وكانوا عددهم 400، ودول أهل الصفة على فكرة. وأهل الصفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جم هم هاجروا من مكة إلى المدينة، بنى لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء كده في المسجد النبوي، بقوا معروفين دول علشان الناس ما تقعدش تدور عليهم كتير، هم موجودين، هم أهل الصفة موجودين. وكان منهم سيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه، فأهل الصفة. طب هنا السؤال، يعني هنا التصدق هيكون على أهل الصفة بس؟ أبدا، دي بتعم كل من أحصر. كل من حصل له حالة الإحصار ده يعتبر من الفقراء دول. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. يعني إيه ضربا في الأرض؟ يعني السعي في طلب الرزق. مش قادر، وهو مش قادر، مش بإيده، ده حاجة ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليه. وهو ده حال أهل الفقر وأهل الاحتياج وأهل الأمراض وأهل الأوجاع. نبص لواحد قعيد، واحد مشلول، واحد رجله مقطوعة مش قادر يشتغل، واحد كل ما يروح في شغلانة يترفض أو ما يتقبلش وهو في احتياج،
في أزمة اقتصادية. يحسبهم الجاهل، الجاهل دي بمعنى هو مش عارف، مش يعني مش جاهل، هو مش هو يجهل، صحيح. اللي هو زي اللي ايه اللي يجهلك يعرف اسمه. اللي ما يعرفكش يجهلك. ايوه اللي صح، ما يعرف... ما يعرفك يجهلك. صحيح. وهنا الجاهل زي ما حضرتك قلتي مش الإنسان اللي هو اللي ما يعرفش حاجة، لا، اللي ما يعرفش صفاتهم، اللي ما عندوش فراسة. فافتكره راجل غني ومش محتاج من صحيح كتر عزة النفس اللي عنده. صحيح. ولذلك هنا هو، طب ليه ما عرفهمش؟ ده سؤال مهم. ليه هو ما عرفهمش؟ لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا، من التعفف. لا يسألون الناس إلحافا. الناس إلحافا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا بيبين في معرض الكلام في حاجة اسمها مفهوم المخالفة. وربنا هنا بيعرض للناس اللي بتسأل بدون وجه حق، الحتة دي مهمة. فربنا بيمدح هؤلاء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض وهم مش بيدهم، ومع ذلك لا لا يسألون يسألون الناس الناس إلحافا. إلحافا يعني إلحاح. وهنا بقى يبقى عكسها اللي بيفضل يسأل الحاح ده، ما مش تديلوش. دول ما يندرجوش تحت الناس دي. صحيح. وذلك أقول لحضرتك حاجة، كان بعض أهل العلم قال حاجة جميلة جدا في قول الله: وأما السائل فلا تنهر. السائل ما قالش السؤول، وقال استخدم هنا في اللغة العربية هو مرة واحدة بس، سائل هو سألك فخلاص ما اديله، لكن سؤول وعمال يسأل وعمال يسأل وعمال يسأل. فبعض أهل العلم وأظنه كان سيدنا الإمام مالك بيرى لا، ما تديلوش، ما يدخلش تحت القصة ديت، إنك ما تنهروش. ليه؟ لأنه عمال يسأل، وخاصة إذا ما سأل بغير وجه حق. فربنا أنا بيقول للناس ما تسألش بغير وجه حق، وتعلم من هؤلاء الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا. وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى بيختم الآية بحاجة جميلة، يقول: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وما تنفقوا من أي شيء صغير أو كبير ربنا بيعلم. هو بيتسمى خير. خير، شوف الجمال، هو بيسمى إيه؟ خير. مش وما تنفقوا من مال أو كذا، هو خير. إيه صحيح. بقى اللي هو ننفق من بإيه؟ بأي شيء. والله الكلمة الطيبة. صحيح. تبسمك في وجه أخيك. كل ده إنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. بس إحنا هنا عاوزين بقى نطلع من الحتة الجزء المعنوي للجزء المادي بقى. عاوزين نحث الناس، يلا يا جماعة الخير تبرعوا لإخوانكم، وقفوا بجوار إخوانكم خاصة المحصرين. وده جزء مهم جدا هنبدأ نبينه للسادة المشاهدين، فكرة الإحصار بالمرض. هو الإنسان محاصر. لا، والناس اللي جاية من غزة برضو، والناس اللي جاية من حتت، يعني يبقى مثلا ساب شغله وساب حيلته وساب كل اللي حيلته وخلاص ما عندوش حاجة. صحيح. ولذلك احنا بنعمل فيهم ايه دول؟ كان الشيخ الإمام البخاري، شيخ اسمه عبد الله بن عثمان، كان بيعمل حاجة جميلة جدا، بيقول: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، أنا أقوم أقضيها له بنفسي. فإن تم خلاص الموضوع انتهى، وإلا قمت له بمالي. لو أنا مش هقدر أنا أعملها بنفسي، خلاص المال موجود. طيب فإن تم خلاص الموضوع انتهى، وإلا استعنى له بالأصدقاء. ما عنديش اللي كفي كل الناس دي، فخلاص يا جماعة أنا أمر الناس بالخير، استعنى له بالأصدقاء. فإن تم خلاص الموضوع خلص، وإلا استعنى له بالسلطان، بأولياء الأمور. يا جماعة الخير الناس دي محتاجة، يا جماعة صحيح. الخير الناس دي اقضوا حوائجها، وهكذا وهكذا. ده اسمه احنا بنتعلم من أئمتنا، وده الشيخ الأبي رضي الله عنه، بنتعلم منهم ازاي كانوا بيقفوا لقضاء حوائج الناس. وهو ده بالفعل يعني يعني الدعوة إلى الله بالحال. صحيح. قبل المقال. طيب نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر هو جماع الخير في الدنيا والنجاة في الآخرة ودخول الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال. أنا موجود بفضل الله عز وجل في مستشفى البر التخصصي بدمياط، وموجود على وجه الدقة في الدور الرابع، دور تحت التشطيب، فيه 20 غرفة، فيه وحدة المناظير وفيه وحدة علاج الأورام. الدور ده محتاج تشطيب وفرش وتجهيز ومستلزمات التشغيل لعام كامل. من أعظم
الأبواب للزكاة الجارية، من أعظم الأبواب للصدقة الجارية، من أعظم الأبواب للصدقات كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. أفضل الأماكن اللي نعرف نطلع منها الناس الفقراء اللي بجد هي المستشفيات. صح. مستشفيات الحكومة أو المستشفيات المجانية، لأنك بتروح تلاقي الحالة ما فيهاش بقى كلام ولا يعرف يخدعك، ولا يعني بنعرف الحالة بالظبط، ده عنده مريض كانسر، مريض مش عارفة كلا، مريض إيه، وبتشوف حالة أهله، الإطعام بيطلع لهم، الصدقات، يعني أعتقد كده. فكمان لما تعمل لهم مكان وتروح لهم فيه، فبيبقى ده أفضل طريق تعرف توصل لهم من خلاله. صحيح، وهو ده معنى الإحصار اللي احنا بنتكلم فيه، إن الإنسان المريض ده محاصر بمرضه، لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يطلب الرزق، لا يستطيع أن هو يعلم ولاده بسبب مرضه، فده محصر. الفكرة دايما احنا بنقول للناس في فكرة المستشفيات، هي مش بتتعلق بمسألة إن أنت بتداوي أو إن ربنا سبحانه وتعالى بيجعلك سبب للشفاء. انت يا جماعة خير، انت سبب للإحياء. إحياء، الإحياء ده أعظم من الشفاء. حصول العافية، العافية أعظم من الشفاء، حصول العافية أعظم من حصول الشفاء. إنسان يبقى عنده قوة أنه هو يكتسب، وأنه هو ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الرزق من أجل ولاده وأسرته. طيب هنا دايما الناس بقى بتسأل، بيقولوا طب إحنا إزاي لو أنا في كربة وفي هم وفي غم وفي ضيق وعندي مشكلة وعاوز ربنا سبحانه وتعالى يفرج عني اللي انا فيه، اقول له اسعى في مثل هذه الامور. جمعيه البر والتقوى جزاهم الله خيرا في مثل هذا المشروع الضخم، المستشفى البر والتقوى، زي ما حضرتك شفنا في التقرير والدكتور رمضان جزاه الله خيرا بيعرضين حاله نادره، فكره ان المستشفى دي يا جماعه الخير بنيت من اموالكم. هي المستشفى بنيت من اموال ايه؟ من اموال الصدقات. صح، من اموال الناس اللي دخلت وتعبت وشقيت وي 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 من اجل اخوانهم، يعني من اموال اهل الفضل، من اجل الفقراء، من اجل الفقراء. فالنهارده انا لو واحد فقير هروح ليه مستشفى علشان اتعالج؟ انا مش لاقي، يعني زي حضرتك ذكرت حاجه ودي اللي انا عايز اركز فيها، ان انا مش هروح مستشفى خيري الا لو ما كنت اصلا معيش فلوس اتعالج بره. طبعا انا ايه اللي هيبهدلني وانا لو معايا فلوس؟ ما انا هروح اي مستشفى استثماري، وبالتالي هروح مستشفى زي البر والتقوى لان انا مش معايا فلوس، وبالتالي المستشفى مش هتقدر تكمل، وهم محتاجين دلوقتي ان هم يكملوا المستشفى. وهنا بنناشد الساده المشاهدين في برنامج حضرتك ان لسه في دور رابع هم عاوزين يكملوه، وبعد كده في اجهزه، وبعد كده في امور هم يحتاجونها لاخوانهم المستضعفين المحاصرين بالمرض. فمن أعظم الأبواب اللي الإنسان ممكن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلالها فكرة المستشفيات والتبرع للمستشفيات. وبنذكر بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن لازم أنوه أن الدور الرابع ده أنا كنت رحته وهو كان على المحارة أو كان على الطوب الأحمر، فالفلوس بتبان. أنا يعني شاهد عيان، رحت المكان وشفت. فبمجرد ما بياخدوا الفلوس بيحطوها في المستشفى عشان الناس بتبقى عايزة تتأكد وتطمئن وقلبها يطمن إن الحاجة بتوصل بجد في مكانها، هي بتوصل في مكانها. صحيح، وبالتالي برضك كان الدكتور عماد جزاه الله خيرا نوه أكتر من مرة مع حضرتك ومع بعض الأخوات الفضليات، يعني إن اللي محتاج يروح يتأكد بنفسه يروح ويذهب طبعا. وينظم رحلة للناس أهل الفضل اللي عاوز يروح بنفسه وعاوز يتصور وعاوز يشوف هي العيادات الخارجية اشتغلت، وفي ناس فعلا بتتعالج يعني بتاخد علاج هناك، لكن لسه العمليات، ولو إن شايفة أوض العمليات اتجهزت معظمها، الحضانات معظمها تجهز خلاص، يعني هي فاضل حاجات بسيطة بإذن الله وتفتح وتشتغل وتخدم الناس فورا.
ربنا يتقبل من الجميع يا رب. احنا عايزين نلقي الضوء على الأضحية وصك الأضحية، والسؤال انه لو حد مش قادر يذبح هل ينقص من أجره فكرة صك الأضحية؟ جميل. احنا لابد ان احنا نفرق بين أمرين أهل العلم بيذكروا، فكرة الإطعام وفكرة الأضحية. الأضحية لها شروط معينة، ان هي لابد ان تكون من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام اللي هي الإبل أو البقر أو الغنم، الخرفان أو الضأن، وكل واحد له شروط. النهاردة جماعة البر والتقوى بتعمل إيه؟ بتعمل إن هي موفرة الأمرين، موفرة فكرة الأضحية لو أنت عاوز تضحي وما عندكش إمكانية إن أنت تذبح بنفسك، فأنت بتوكلها إن هي تشتري من خلالها الصك، والصك طبعا بيكون أرخص بكتير من الأماكن اللي موجودة بره. يعني بدل ما أنت هتروح وتجيب حاجة من الأنعام علشان تربيها او تاخد بالك منها لغايه ما تيجي تضحي، كل القصه ديت ارخص بكتير ان انت توكل جمعيه زي البر والتقوى المصريه جزاهم الله خيرا ان هم يذبحوا عنك. طب الثواب، الثواب بتاع الاضحيه انت بتاخده، بتاخد الثواب كامل. ومش بس كده، ده انت كمان، ودي دايما بننوه عنها، ان كتير من اخواننا الافاضل لما بيجي يضحي ما بيلاقيش فقراء، فاللحم ده ممكن يفضل عنده في التلاجه شهور وشهور، ممكن يعفن ما يحتاجلوش. الفقير جمعية البر والتقوى بتوصل له، بتقدر عندهم في أسماء وفي حالات تحري يقومون عليها الفريق في الجمعية جزاهم الله خيرا، عارف ده بيوصل ده لمين وده لمين وده لمين، وفي ناس معروفين كل سنة بيودوا لهم من إخواننا الأفاضل أهل الفقر وأهل الاحتياج. طب هنا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنروح يا جماعة الخير الجمعية وبنقول لهم والله احنا عاوزين بقى نشتري صك. هو بيتصل على الخط الساخن وبيعرف الأسعار، ده إيه وده إيه وده إيه. طيب السؤال بقى بتاع حضرتك التاني، هو معهوش إن هو يشتري صك الأضحية لكن معاه إن هو يساهم فكرة الإطعام، هو مش هياخد الأضحية؟ يعني فكرة الأضحية إن هي تبقى مجزئة؟ لا مش هتبقى مجزئة، أهل العلم بيقولوا كده، لكن هيدخل في باب تاني عظيم هيحقق أيضا من خلاله الحكمة اللي شرعت الأضحية من خلاله. طيب ليه فكرة الأضحية؟ علشان دلوقتي القصة بتاعت إنه إيه الذبح ده لو حصل حد مثلا مسافر ومش هيقدر يذبح، فهل يجوز إنه يوكل مثلا حد زي البر والتقوى إنها تسق أضحية؟ صحيح. وهو كده كده الناس اللي حواليه، الحارس العقار، مش عارفة إيه، الأمن، إيه، متعودين ياخدوا منه لحمة. صحيح. فهو يقدر يجيب لحمة يديهم ويبقى عمل الأضحية برضه بسق الأضحية. صحيح. صحيح. وبالتالي احنا بنقول يا جماعة الخير لما بنيجي نعمل مسألة الأضحية، هي ليه شرعت أصلا ثلاث أثلاث؟ رقم واحد السادة الفقراء. فانت ما عندكش ومش متوفر، خلاص وكل غيرك، لان الحكمة من المشروعية هتتحقق من خلال الوكالة. صحيح. وده اللي احنا بنقوله، غير بقى فكرة الاطعام نفسها بتتحقق. طب انت عاوز تشارك ولو بالقليل، شارك بصك الايه الاطعام وتأخذ على ذلك اجرا عظيما ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد السلام عبد المنصف من علماء الازهر الشريف. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، اشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.